الدكتور محمد حمزه كان بيقول لي حضرتك كنت حاضر جلسه في المحكمه الاقتصاديه عليها علاقه بالهوك بول. كان في جلسه اتحددت للمتهمين اللي تم القبض عليهم. اللي هم كانوا 29 متهم، كان منهم 13 واحد جنسيه غير مصريه والباقي مصريين، وتم كمان اضافه فيه 9 متهمين جداد دخلوا في الموضوع. انا كنت حضرتك كخبير يعني في امن المعلومات. والجلسه اتأجلت ليوم 5 أبريل للتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين أو المجرمين. بس أموال طلعت. الفكرة كلها في إن هو يتحفظ على أمواله. ودي بتبقى لشخص واحد بس الصلاحية في التحفظ على أموال هؤلاء المجرمين. وعلى حسب فكرة القانون اللي هيكون ليه علاقة أو الجريمة هتصنف إيه؟ هل هي هتكون جريمة نصب؟ ولا هتكون جريمة اعتداء واحتيال على بطاقات بنوك؟ ولا جريمة غسيل أموال؟ ولا شركات توظيف أموال بتقوم بتلقي أموال من الجمهور وهي غير منوطة بذلك؟ فلازم الأول تحدد لي الجريمة هنا هتتصنف بإيه وهيبقى وصفها إيه وقضها إيه، وبعد ذلك أعتقد هتحصل نقلة نوعية بعد الجريمة دي في التشريعات والقوانين والمتابعات. لا، وإحنا عندنا كمان حزمة تشريعات قوية، ولكن لا يجب، أنا دايما كنت بقول أن التكنولوجيا تسبق القوانين، وفي آلات أو آليات حديثة من الجرائم بترتكب لازم يكون ليها تشريعات متطورة بنفس التطور اللي بتتطور به الجريمة الإلكترونية. ولكن هنا أنا هصنف جريمة زي دي، أنا لو قلت مثلا إن هي جريمة نصب، فأنا لو قلت إن هي جريمة نصب، طب هي كل ما سبق لا يعني أنا عايز يعني أصلا إحنا عندنا مثلا في جريمة حصلت زي الجريمة دي، الجريمة دي ليها أكتر من عقوبة، وعقوبة موجودة في أكتر من قانون، طب أنا هاخد أنهي قانون؟ أيوة. يعني انا هاخد في سؤال حوالين اللي شاركوا، وفي ناس شاركت لكن ما بلغتش، في شاركت ولا كانت ضحايا وهم فاكرين نفسهم متورطين. ما هي احنا بقى دي سؤال الساعه برضو، فدي انا ضحيه ولا انا مشارك يعني مظبوط، وده اللي احنا هنوضحه دلوقتي. طب قول لنا كده، يمكن اهم نقطه. ماشي، اول حاجه يجب ان انا اصنف الجريمه دي هي جريمه ايه. لو انا قلت ان الجريمه دي جريمه نصب، هرجع لقانون العقوبات في المادة 336 اللي بتقول ان اي حد بيوهم الناس في ان في مشروع وفي ربح سريع وفي الكلام ده كله، فانا هنا هتبقى جنحة نصب وهتبقى العقوبة 3 سنين تقريبا. حلو. طيب دي عقوبة قليلة قوي على الجريمة الكبيرة اللي احنا قدامها دي. في ناس هتقول لي والله دي مش العقول المدبرة، دول بغلابة الصغيرين. انا بتكلم على اللي تم القبض عليهم او المتورطين فعلا في ايقاع الضحايا اللي دفعوا الفلوس دي في الجريمة دي. طيب ممكن أقول إيه تاني؟ إن ده احتيال واعتداء على بطاقات بنوك أو خدمات أو بطاقة خدمات أو محافظ إلكترونية زي محفظة اللي موجودة في شركات الاتصالات. ولا هاجي بقى للطمة الكبرى وهعتبر إن الشركات دي هي شركات بتتلقى أموال من الجمهور بغرض استثمارها وهي غير منوطة بذلك. عندنا قانون اسمه قانون 106، شركات توظيف الأموال. شركات توظيف الأموال، وشركات توظيف الأموال ليها قانون. القانون ده رقم 146 لسنة 1988. جه في القانون ده في المادة 21 قال مين المنوط بتلقي الأموال من الجمهور بغرض استثمارها. هي شركات مساهمة مصرية. لازم يكون ليها سجل تجاري، هذا السجل معد في المكان المخصص ليه. ولازم تكون هذه الشركات خاضعة للرقابة المالية. وإذا تجاوز هذه الحدود أي شركة أو من تسوي له نفسه إن هو يقوم بنفس الدور ده وهو مش شركة ولا مساهم ولا ليه سجل تجاري، فهي يتم عقوبته هنا بموجب قانون 146 لسنة 88. طيب العقوبة هنا هتكون إيه؟ مش هتكون بقى الحبسة زي ما احنا قلنا في قانون العقوبات النصب، هتكون هنا العقوبة السجن. وطالما بقت العقوبة السجن، إذا ما بقتش جنحة دي بقت جناية، وهتتحل المحكمة محكمة الجنايات الاقتصادية. أوكي. وطالما جناية الغرامة فيها هتزيد، يعني هو قانون من سنة 88. ده غير بقى شبهة غسيل الأموال، ده قصة تانية. الله ينور عليك. هنا قال يعني الناس دي غالبا هتشيل قبح. فهو هنا قال لك إيه؟ قال لك إن القانون ده هيديله بعد السجن اللي هو يصل إلى 15 سنة هتكون في غرامة تبدأ من 100,000 جنيه وتصل إلى ثلثي المبلغ المتحصل عليه. يعني شوف هم خدوا كام، وتلتين المبلغ ده هيكون حد أقصى للغرامة اللي هيدفعوها مع رد الأموال لأصحابها. يعني لازم لو لقينا الاموال لازم يرجعوا الاموال لمين؟ ما احنا لو لقينا الاموال بقى. لا ما هو تم، بص في طبعا في حاجات تم مصادرتها، بس في حاجات طلعت.
بس القانون هنا أتاح، المشرع أتاح للنائب العام إن هو يصدر قرار بالتحفظ على الأموال للناس المتورطين دول كلهم. وتم التحفظ على الأموال. هل هي أموالهم بس اللي موجودة في إيديهم؟ لا، دي الأموال النقدية والسائلة واللي موجودة في البنوك والودائع والعقارات والعربيات كل حاجة والسكوك. ومش هو بس، هو وأهله وولاده وأبوه وأم، أي حد هيبقى متحفظ على ويمنع من التصرف في أمواله، ويمنع من أي نوع من أنواع التصرف، يعني الرهن، الإيجار، البيع، كل الكلام ده هيكون ممنوع منه لغاية ما يتم الحصول على هذه الأموال. طيب أروح معك للموضوع تاني، النصب. طيب دلوقتي احنا في ظاهرة غريبة كده، تطبيقات القروض دي. القروض تمام. انه في ناس، انا ما كنتش عارف القصة دي، بس في ناس يعرض ان هو يسلفك يعني تروح على الابليكيشن وانت عايز تستلف مثلا منه 2000 3 5، تمام، فيسلفك مقابل ان هو ياخد اكسس ايه على موبايلك عشان يضمن ان انت لو مرجعتلوش الفلوس يخش يخرب بيتك، يجيب بقى الصور ويروح لمراتك ويروح لصاحبتك ويروح لعيلتك ويجرسك في كل مكان. دي مصيبه تانية، فكره ان انا ادي الموضوع ده منتشر فعلا. فعلا في بص، كل حاجه منتشره دلوقتي، وهذه كل الانتشار اللي موجود دلوقتي وجرائم النصب اللي موجوده دلوقتي قائمه على حاجه واحده بس، الجهل الرقمي لمستخدمين تكنولوجيا المعلومات. فلازم يكون عندنا محو اميه رقميه، لازم يكون عندنا وعي لكيفيه التعامل مع الاليات الحديثه بشكل سواء كان قانوني او غير قانوني. هو مش معنى ان القانون نزل فالمفروض اللي يعرفه رجال القانون والمحامين والقضاه بس، لا، ده في ناس بتخسر بطايقها في المعاش والكريدت كاردز وناس كبيره في السن يقول لك اديني الرقم بتاعك وجايب لك ما عندهمش الوعي، والتانيين بيستخدموا طرق احتياليه يقول لك انت كسبت. مع ان الجرائم خش على اللينك ده، عارف حركه انت كسبت، شوف خش على اللينك ده، يخش على اللينك يكون بس ده جديد، ده قديم. ده قديم وبتاعه برده بطاقات المعاشات الجديد ايه؟ قول لنا راحوا فين هم الجديد غير الهوكبول، ايه الاساليب الجديده؟ الجديد فكره ان انا في عندنا مادة في القانون الجديد اللي هو خاص بتقنية جرائم أمن المعلومات فقط، اللي هو قانون رقم 175 لسنة 2018، بيتكلم عن إيه؟ عن طرق الاعتداء والاحتيال على بطاقات البنوك وبطاقات الخدمات زي التموين وغيرها وعلى المحفظات الإلكترونية أو أي وسائل دفع غير نقدي. طيب الناس دي بتعمل إيه؟ حاجة من الاتنين، يا إما بتتحصل منك على بيانات بمزاجك وده اسمه احتيال، يا اما بتعتدي على هذه بمزاجي وده اسمه احتيال. بمزاج ازاي؟ اللي هي تقول لك والله انت كسبت معانا فاديني الثلاث ارقام اللي على ظهر الكارت عشان احط لك الفلوس في ده اسمه كلام؟ ده ما اسموش كلام طبعًا. انا ازاي انا ما هي اسمها ليه ارقام سريه؟ طبعا. والبنوك دلوقتي بتعمل رساله ده وبتعمل اعلانات في التلفزيون وبتعمل رسالة اعلانات في الشارع عشان ما حدش ينساق او ينصاع لهذه بطاقات التموين برضو نفس الكلام ده طبعا، لان في الاخر بطاقات البنوك ما هي الا ان هي بطاقه خدميه فيها اموال، والاموال دي بتتحول لسلعه، هو بيروح ياخد السلعه دي مقابل فلوسه اللي موجوده داخل البطاقه. والمحفظات الالكترونيه في شركات الاتصالات نفس الموضوع، ما ينفعش يعني طرق يعني احدث طرق من النصب اللي موجوده على المحفظات الالكترونيه دي مثلا. أيوة. يقول لك ايه؟ انا هحول لك فلوس دلوقتي، انت كسبت فلوس فانا هحولها لك. طب حول لي يا سيدي الفلوس، طب اضرب لي الكود ده عشان تستقبل الفلوس. فبدل ما يديك الكود بتاع استقبال الفلوس يديك الكود اللي بيسمح له يسحب من عندك فلوس. والفرق ما بينهم رقم، يعني مثلا رقم لو نجمة واحد مش عارف نجمة ايه كده، فانت كده هتقبل ان انا هحط لك فلوس في المحفظة. فانا اقول لك يعني قايم على تشابه الرقمين؟ قايم على تشابه الكود مع اختلاف رقم. طب هو ازاي يقدر يعمل الحتة دي؟ انا هقول لك على حاجة، انا دلوقتي بحول لك فلوس على المحفظة الالكترونية بتاعتك. حلو. المكنة ايا كانت المكنة دي عاملة ازاي؟ تمام؟ اول طريقة او اول حاجة انا اطلبها منك ان انت تدخل كود يأكد عملية التحويل. حلو. فانت لو اكدت بالكود الصحيح عمليه التحويل فانت هتستلم الاموال اللي انا حولتها لك. جميل. الطريقه الثانيه بقى طريقه ان انا هسحب من محفظتك فلوس عندي. فانا بديك كود ثاني، لو انا اديتك الكود ده بناء على ان انا احط لك فلوس وكتبت الكود الثاني بتاع سحب الفلوس، فكل الفلوس اللي في محفظتك متاحه ليا. ده ما بيكشفش للشركات؟ مش حكايه الكشف للشركات، الشركات ما لهاش علاقه. الشركات مدياك الاوبشنين، المفروض انت اللي يكون عندك الوعي. هو انهي رمز اللي انا المفروض هستخدمه عشان استقبل، وانهي رقم المفروض هستخدمه عشان ارسل هذه الاموال. طب ما بالنسبه للناس كبيره شويه برضو صعب انك تحدد قوي، يعني يبقى مش المفروض ان الشباب بيضحك عليها، الكبار مش هيضحك عليهم اكيد. يبقى المفروض ان هم ما يتعاملوش مع التعامل ده، مع التعاملات الرقميه دي، الا في حدود ان يكون حد فاهم هو اللي يوعيهم او ان هو يقوم بالدور ده. مش انتش قد التكنولوجيا، ما تجيش افهم الاول، افهم الاول قبل ما تعمل افهم. انا ما فيش حلقه طلعتها، ما فيش محاضره عملتها لما قلت كل ما هو رقمي هو غير امن،
وطالما كل ما هو رقمي هو غير آمن، فإذا ليست لديك القدرة على تأمين معلوماتك وبياناتك في استخدام الحاجات الحديثة اللي في إيدك دي فما تستخدمهاش، ما تعملش بيها أي معاملات وأنت مش عارف إزاي هتأمن نفسك. بالذات معاملات مالية، بالذات معاملات مالية. معاملات المالية هي اللي هتبقى طاغية في الفترة اللي جاية دي، لأن أنت عندك ديجيتال ترانسفورميشن وعندك تحول رقمي وفواتير إلكترونية ووسائل دفع إلكترونية وكل حاجة دلوقتي بتتم. بس في وسائل معروفة زي انستاباي والحاجات دي خلاص دي حاجة موافق عليها الدولة بتراعيها بتشوفها. في ناس تانية بقى بتيجي تعمل إيه حاجات مشابهة عشان تخدع الضحية وتقول له والله ده أنا إيه بقى؟ يعني أنا دلوقتي جيت قلت لك إن في محفظة إلكترونية خلاص المحفظة الإلكترونية دي متصلة بعدة شركات تانية بتقدم خدمة تلقي اموال. طب وانا ليه اروح للمحفظه الاخرى دي ما انا عندي اللي هم الشرعيين؟ الله ينور عليك، وهي دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. انا عندي بتاعت شركات الاتصالات الشرعيه، لازم ارجع للمصدر. انا ايه اللي يدخلني في قصه وانا عندي المصدر الرئيسي لاستخدام هذه الالات او الاليات؟ لا ما هو اكيد بقى بيدوم محفزات طبعا. زي ايه بقى؟ ادينا كده قول لنا. زي ان هم مثلا قالوا ان في شركه كبيره في مصر شركه خاصه بالاتصالات وفي المحفظات الالكترونيه، فانا عامل بروتوكول تعاون مع الشركه دي. طب انا سبق وانت مين حضرتك عشان تعمل بروتوكول تعاون مين يعني انت ولا فانا قلت لسيادتك عشان تعمل مع فودافون ولا اتصالات يعني برضو لازم اسئله تيجي في دماغ الناس، اشمعنى الراجل ده واشمعنى المؤسسه دي في مؤسسات ودي شركات كبيره يعني ده مسموح ليهم فعلا ان هم يعملوا بروتوكول؟ ما انا فاهم، ولكن بس انت تفهم مين الراجل ده. مين الراجل ده؟ انا اذا قدرت مين الراجل ده عشان يبقى مع فودافون، مين الراجل ده عشان يبقى مع اتصالات، مين الراجل ده عشان يبقى مع كده يعني. فانا يجب ان انا احدد فعلا صحه الشركه دي من عدمها. هل هو فعلا شخص له مقر وله سجل تجاري موثق وله وبيقدم الغرض اللي مكتوب في السجل التجاري بتاعه؟ ما انا ممكن اكون عامل شركه، عملت بروتوكول تعاون مع شركه وعامل سجل تجاري، بس انا كاتب الغرض في يعني السجل التجاري اللي انا بقول لحضرتك عليه كان معمول في اخر واحد ده، كان الغرض منه ايه او ايه النشاط اللي هو بيمارسه؟ الصيانه للبرمجيات، التصميم، اعداد اي حاجه ليها. ما انا ممكن اي واحد يروح يعمل سجل التجاري شركه مش حوار يعني. انا ممكن انا وحضرتك نقوم دلوقتي نروح نعمل الشركه ناسس شركه والله الشركه دي حاطتك راس مالها كذا وبتشتغل في اللوحات المعدنيه للموبايلات المشمشيه اي كلام عادي. بس هو استخدم ايه؟ استخدم الاسم الرئيسي للمنصه العالميه اللي هي موجوده في استثمار الاموال وغيره، وحط الاسم الكبير ده كده وحط له اسمين تانيين. طب انا بقى قبل ما نختم عندي سؤال. اتفضل. الناس كتير بتساله الفلوس بتاعت هوبول وغيرها 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 بتبقى في وسائل انا رحت في مصيبه دلوقتي اعمل ايه؟ اروح فين؟ وممكن ترجع الفلوس دي ولا ما ترجعش؟ افقد الامل ولا؟ طيب هو في ناس اصبحت سواء هوبول او غيرها من جرائم النصب الالكتروني، في ناس اصبحت ضحايا لمنصات النصب الالكتروني ده. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ لازم، وانا اتكلمت في الحلقه في الاسبوع اللي فات مع استاذ محمد علي خير على في مداخله هنا عن موضوع الهوكبول برضو، واتكلمت وقلت لازم يتم تحرير محاضر، ولازم يتم تحرير محاضر في المكان المخصص ليها، مكافحه جرائم امن المعلومات. حتى لو اتسرق منك رقم قليل، حتى لو اتسرق منك، عشان تحمي التانيين يا جماعه، عشان تحمي لغيرك. لا، في ناس بقى خايفه لا تكون متورطه، لان في ناس بتتكسف. لا مش بتتكسف، وفي ناس بتخاف، في ناس بتخاف ان هي والله، في ناس بتتكسف يقول لك ب 500 جنيه ما جاتش، خلاص اتصرف عليه 500 جنيه. لا لا، غيرك اتصرف عليه في 2003 و4 و10. لما يكون في عدد كبير بيحرر المحاضر دي فهنا القضيه هينظر ليها بمنظور اخر، لان النصب لازم انا احدد لو انا بيتنصب عليا من شخص واحد ولا مجموعه اشخاص. فالمجموعه هنا، فالامور هنا هتكون مختلفه سواء كانت في العقوبه او في التحريات او خلافه. طيب الناس اللي خايفه بتقول لك والله طب انا قانون البنك المركزي قايل في المادة 206 ان اللي هيروج للعملات الرقمية او مش عارف ايه، فهنا هيبقى متورط معايا في الموضوع، لان هو انا يعتبر مجرم. اقول لك انت القانون بيقول لك ان الجريمة لها ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي ان انت خلاص بتفعل الجريمة. طب الركن المعنوي ان انت يكون عندك قصد عام وخاص في هذه الجريمة. هل انت قصدت ان انت تساعد الناس دي في ان انت تسرق الناس، او ان انت تاخد فلوس الناس، او ان انت تحتال عليهم او تنصب عليهم؟ لو انت ما عندكش القصد الجنائي ده يبقى انت ازاي متورط؟ يبقى انت هتعتبر في نظر القانون ضحيه. فانت المفروض او الواجب فعله الان ان من تم الاعتداء عليه او كان ضحيه في هذه الامور ان يتقدم بتقديم بلاغ للنيابه العامه او لمكافحه جرائم امن المعلومات في ضد الناس اللي سرقته وسرقت منه الفلوس دي، حتى لو كان المبلغ بسيط وحتى لو كانوا مجموعات كبيره.